السلام عليكم حنيناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم للزينوشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا وصفة فنة للشعر، رائعة، واحد الحاجة التوب ديال التوب، أقل ما يقال عليها وصفة قصة بمعنى الكلمة من معنى، وبجوج مكونات فقط. يعني ما عندكمش الحجة انكم ما تجربوهاش. زوينة للشعر المتضرر، الشعر المتكسر، وكذلك الشعر المجعد والناشف. فهاد الوصفة كتغدي لينا الزغبة، وكذلك كتطولها البنات اللي عندهم الشعر ديالهم ما كيطولش نهائيا. ومعلومة في هذا الموضوع ديال عدم الشعر انه ما كيطولش، فعافاكم حول انكم تقصوا الزغبة ديالكم كل مثلا شهر، كل شهرين حاولوا انكم تحيدوا دوك لي بوينت، لان الزغبة كتوصل واحد المرحلة كتفرق على جوج وكتهرس. لهذا ما كيطولش لكم الشعر، عند بالكم ما كيطولش، وراه كيطول من اللي غاسين، ولكن كيوصل حتى لفن ديال الزغبة وكيتهرس وكيبان لكم بلي راه نفس الطول. طبعا هذا غير صحيح، عفاكم حاولوا دائما كل بداية شهر عربي تقطعوا واحد شويه كوكا من شعركم، ماشي عاوتاني بزاف بزاف. فغادي نحتاجوا الى البيض، اي نوع متوفر عندنا من البيض، وغادي نحتاجوا يا اما زيت نوار الشمس، ياكو غير هذا النوع ديال الزيوت، غير هاد جوج، يا اما زيت نوار الشمس لان هي كذلك سهله ان الفروه ديال الراس انها تمتصها، او اننا غادي نستعملوا زيت الزيتون البكر، ماشي الاخرى ديال الماكله، لان هذيك ديال الماكله فيها الملحه وبالتالي الجلد ما كيمتصهاش، يعني فروه الراس ما غاديش تمتصها لينا. وطبعا انا راني مصوبه الوصفه، لهذا يا البنات بغيتكم تجربوها، راها زوينه وبامكانها تبقى عندكم يومين الى ثلاثه ايام في الثلاجه. فغتستعملي زيت نوار الشمس الى ما عندكش هاد زيت الزيتون البكر. فزيت الزيتون البكر واحد الحاجه اللي رائعه جدا، وعرفتوا البشره كيفاش كتمتصها، هتوضعيها هتلاحظي ان البشره ديالك كتشربها بواحد الزربه. ما نقولش لكم الطريقه ديال الاستعمال جد بسيطه، حسب طول الزيت على حسب الطول ديال الشعر ديالك. الا عندك مثلا الشعر ديالك قصير فتاخدي غير النص ديال كلشي كويس يكون صغير، مثلا النص ديال هذا الكاس هذا ياكي مع البيضه، وغادي تطربي كل شيء ب واحد الفورشيت حتى تحصلي على هذا الخليط. هذا الخليط اللي غادي نوريكم كيفاش. طبعا شوفوا البيض نزل ليا لتحت، غتخلطوه بحال هكا، شفتوا معايا، هذا راه زوين فن. وبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال انه غادي تفردي الشعر ديالك، ماشي مهم يكون موسخ يكون نقي اللي عجبك يا الغزال. غادي تحلي الشعر ديالك وغادي تمشطيه مزيان وغتبقاي تجبدي، وهذا الخليط هذا خصك ديريه حتى الفروه ديال الراس بهذه الطريقه، وتجبدي به شعرك مزيان مزيان، ثم تدوري عليه السلوفان وتخليه يا الغزال ديالي نصف ساعه. ومن بعد غادي تغسلي بالشامبو الطبيعي. الشامبو الطبيعي شنو هو؟ كتبوه في البحث ديال اليوتيوب، كتبوا شامبو طبيعي ابداعات نهى للنواعم، ضروري تضيفوا ابداعات نهى للنواعم باش يطلع لكم، اللي انا مصاوبه وبزاف ديال البنات ما شاء الله بالمئات بالالاف جربوه وعطاهم نتائج ولا اروع، لانه فعلا كيحافظ على الزغبه. وهذه الوصفه غديريها جوج ديال المرات في الاسبوع، تقدر ديريها اليوم وديريها غدا وديريها بعده، راها واحد الحاجه اللي رائعه وتحدي. انا كنتحداك يا اللي كتشوفي هذا الفيديو هذا وشعرك ما كيطوالش، وعندك الزغبه ديالك ديما طالعه للسما، ديما شاده الريزو ديال الانوي ديال فري ديال كلشي شاده، كنتحداك ان داك الشعر عندك غادي ينزل وسوف يستسلم يا حبيبتي. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وان عندكم اي غزاله ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الى انا ميلكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده، وحطوا لي لايكات فجروا لي الفيديو لايكات يا الغزاله ديالي. ما تنساونيش ربي يحقق لي اللي في بالي، دعيو معايا من قلبكم، انا كندعي معكم من قلب خالص، بغيت ربي يحقق لكم كاع داكشي اللي كتمناو. وما تنساوش انكم تدعيو مع الام ديالي بالرحمه، الله يرحمها ويرحم جميع موتاكم يا رب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعة.